السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجديد في اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي نسخة 2020. إذن اليوم عندنا الظواهر اللغوية والتطبيقات الكتابية للأسبوع الثالث. إذن سبق أن تطرقنا للأسبوع الأول والثاني. إذن اليوم عندنا صرف التحويل، الفعل وأزمنته، ثم تراكيب عناصر الجملة الفعلية، ثم الإملاء، التاء المربوطة، والتطبيقات الكتابية فيما سنتعلمه اليوم. إذن ننتقل إلى صفحة 27 من كتاب الجديد ونبدأ بدرس الصرف والتحويل، الفعل وأزمنته. إن نبدأ بأستكشف. إذن أستكشف، أقرأ وأستخرج الجملة المفيدة. بالأمس لبس الجد جلبابا أبيضا ووضع على رأسه عمامة صفراء وأغلق الباب برفق، ولما ركب الحصان سألته إلى أين يا جدي؟ فقال غدا تنظم القرية مهرجانا تتسابق فيه الخيول، والجميع ينتظر هناك. خذ هذا المفتاح يا عمر وأغلق الإسطبل. قلت ومتى ستعود يا جدي؟ قال سوف أعود بعد غد بحول الله. فودعته قائلا رافقتك السلام. إذن الجمل اللي كاينه هنا في النص، إذن هناك الكثير من الجمل. إذن لبس الجد جلبابا أبيضا، وضع على رأسه عمامة صفراء، أغلق الباب برفق، ركب الحصان سألته غدا تنظم، إذن هنا ينتظر هناك. خذ هذا المفتاح يا عمر أغلق الإسطبل. إذن هناك الكثير من الجمل. إذن ننتقل إلى السؤال، متى لبس الجد الجلباب؟ إذن لبسه أمس. إذن لبسه بالأمس. إذن بالأمس يعني البارحة. ومتى ركب الحصان؟ إذن ركب الحصان اليوم، مادام هنا الأمس لبس لبس الجلباب الأبيض ووضعها وأغلق الباب برفق، ولما ركب الحصان متى تنظم القرية مهرجانا؟ إذن غدا، في الغد، ولا في الغد، في الغادي تنظم القرية مهرجانا. ومتى سيعود الجد؟ إذن بعد غد. إذن بعد غد سيعود، بعد غد سيعود الجد. إذن أملأ الجدول من النص. أحداث وقعت بالأمس، أحداث تقع الآن أو غدا. إذن حدثت بالأمس، إذن لبس الجد الجلباب، إذن لبس الجد الجلباب بالأمس. وضع الجد عمامة على رأسه بالأمس. أغلق الباب بالأمس. كل هذا بالأمس. بالنسبة لأحداث تقع الآن، ركب الجد الحصان. إذن تقع غدا تنظم القرية مهرجانا. أه
تتسابق فيه، تتسابق الخيول، تتسابق الخيول غدا، الجميع ينتظر، خذ هذا المفتاح وأغلقي الإسطبل. قلت ومتى ستعود؟ إذن هنا يعود الجد، يعود بعد غد، يعود الجد. إذن هنا هناك أحداث في الماضي وهناك أحداث في الحاضر وفي المستقبل. إذن في ماذا تشترك الأحداث الأربعة؟ إذا تشترك في الزمن. استخرج الأحداث التي أمر الجد بها. إذا الأحداث التي أمر الجد بها إذا الأحداث التي أمر بها، إذا أخذ المفتاح، إغلاق الإسطبل، ثم هذه الأحداث التي أمر بها. كيف وما في ماذا تشترك الأحداث؟ كذلك في الزمن. كيف أميز الماضي من المضارع، أو لا المضارع من الماضي؟ إذن الماضي يقع، إذن أو وقع وانتهى. إذن الماضي وقع وانتهى. المضارع يقع الآن أو سيقع بعد لحظة، بعد قليل، أو بعد غد، أو بعد إلى آخره. إذن أو بعد غد، أو بعد غد. إذن أستنتج، إذن الحدث الذي وقع منذ قليل أو بالأمس أو قبله يسمى الفعل الماضي. بالأمس مثلا رسمت زهرة، ذهبنا إلى الشاطئ في الأسبوع الماضي، خرجتم إلى الساحة. الماضي لا يقبل حرف سوف ولا حرف س في أوله. إذن الحدث الذي يقع الآن أو سيقع بعد لحظة أو غدا أو بعد غد يسمى الفعل المضارع. أنا الآن أرسم، بعد قليل تخرجون، غدا نذهب إلى المتحف. المضارع يقبل حرف سوف وحرف س في أوله، سأكتب، سوف أعود إلى آخره. الحدث الذي نأمر به، غيرنا يسمى فعل الأمر. افتح باب القسم، خذي كتابا، العبوا بهدوء. إذن هذه الأزمنة ديال الأفعال. إذن ثلاث أزمنة: الماضي والمضارع والأمر. إذن سنطبق هذا في هذا الجدول. خرج، إذن زمن ماضي، خرج وانتهى. إذن خرج، يلعبون يعني يلعبون الآن. إذن هذا يسمى المضارع. أكتب هذا أمر، أكتب. يخرج، إذن يخرج مضارع. أرسم كذلك مضارع. تبحثين مضارع. أخرج أمر. خذ أمر. ملعب، هذا ليس فعل، لعب ماضي. إذن هنا خصنا ننتبهوا، هذا ليس بفعل، لا يصنف في الجدول. إذن ننتقل إلى الصفحة الموالية. عناصر في التراكيب، عناصر الجملة الفعلية. أقرأ، زار السياح القرية، لبست النساء القفاطين، ارتدى الرجال الجلابيب، امتطى الصغار الأحصنة، وأخيرا التقط الجميع صورا تذكارية.
إذا أولا أقسم النص إلى جمل تبتدئ بفعل وأدرجها في الجدول. إذا هنا زار السياح القرية، إذا لبست النساء، القفاطين، إذا لبست، إذا هنا يراه دواتهما القفاطين الذي وقع عليه الفعل. ارتدى، إذا ارتدى الرجال، ارتدى الرجال الجلابيب، ارتدى الرجال الذي قام بالفعل، الجلابيب هو الذي وقع عليه الفعل. إذا ثانيا أطلق اسما على الجملة التي تبتدئ بالفعل، إذا جملة فعلية. ثالثا أطلق اسما على العنصر الذي يقوم بالفعل، فاعل. ما حركة آخر حرف في الفاعل؟ الضمة. أطلق اسما على العنصر الذي يقع عليه الفعل، المفعول به. ما حركة آخر حرف في المفعول به؟ الفتحة. آتي بأمثلة للجملة الفعلية. إذن كتب الأستاذ النص. إذن هنا عندنا الفاعل، الفاعل هو أستاذ، والنص منصوب، إذن هو المفعول به. راجع التلميذ الدروس، إذا التلميذ هو الفاعل والدروس هو المفعول به. إذا ننتقل إلى السنتيج. تبتدئ الجملة الفعلية بفعل، بفعل يرسم الطفل، إذا الفعل هو يرسم، يكون الذي يقوم بالفعل مرفوعا ويسمى الفاعل، ويكون الذي يقع عليه الفعل منصوبا ويسمى المفعول به، مثل وردة. إذا ننتقل إلى أطبق. أحيط الجملة الفعلية بخط. إذا نتمعن في هذه الجمل، هذه الجملة تبتدئ بفعل، إذا يسبح فعل، إذا هذه الجملة فهي فعلية. الأطفال، الأطفال اسم كما رأينا في أقسام الكلمة، وبالتالي هذه الجملة ليست فعلية. رسم، رسم فعل، إذا هذه الجملة هي فعلية. الفنان رسم ليست فعلية لأنها تبتدئ باسم وليس بفعل. أضع علامة تحت الفاعل، إذا الفاعل دائما يتبع الفعل ويكون مرفوعا، إذا خالد هو الفاعل. يرتضي الصبي، الصبي هو الفاعل. تصميم القفطان جميل، هنا ما عندناش أصلا الفعل لكي نبحث عن الفاعل. استيقظ الجميع، إذا الجميع هو الفاعل. إذا ننتقل إلى الإملاء في الصفحة الموالية. أستكشف، أنا معجبة بالحضارة، أنا معجبة بالحضارة المغربية، أنا معجبة بالحضارة المغربية العريقة، بعض الملابس التقليدية تصنع في البيت. أولا أملأ خانات الجدول في الجمل أعلاه، كلمات تنتهي بتاء مربوطة، إذا نحددها هنايا، إذا هذه مربوطة، مربوطة، إذا نفس راه كتعاود، المغربية، العريقة، التقليدية. إذن هذه تبتدئ بتاء مربوطة، إذن معجبة، الحضارة، تاء مربوطة، المغربية، تاء العريقة، التقليدية كذلك، كلها هذه تاء مربوطة، ولكن بالنسبة للتاء المبسوطة لدينا بالبيت، البيت فقط، إذا كلمة واحدة، كلمة تنتهي بتاء غير مربوطة، إذا هنا عندنا التاء في البيت، إذا هي الوحيدة التي تنتهي بتاء غير مربوطة. ثانيا أميز طريقة نطق التاء في كلمة الحضارة بالجملة الأولى والثانية. إذا هنا شنو كنتبه، أنا معجبة بالحضارة، علاش هما قسموا هكا باش كاملين غادي نوقفوا عليهم وغنطقوهم هاء. انا معجبه بالحضاره المغربيه،
أنا معجبة بالحضارة المغربية العريقة. إذا ماذا نستنتج؟ يصح الوقوف عليها، هذا هو المقصود. ثالثا، أميز طريقة نطق التاء في كلمة كذلك، يصح الوقف في الجملة الثانية والثالثة. إذا أميز، إذا هنايا غادي نرجعو للسؤال الثاني. إذا هنايا في الجملة الأولى يصح الوقوف عليها، يعني وقفنا عليها. بالنسبة للجملة الثانية وقفنا عليها تاء، إذا هذا هو. بالنسبة عاوتاني للمغربية في الجملة الثانية صح الوقوف عليها هاء، إذن هنا، إذن هذه في الجملة الثانية. في الجملة الثالثة صح الوقوف عليها تاء. إذن السؤال الرابع، أقرأ الجملة الرابعة، هل نطقت التاء في كلمة البيت واضحة أم هاء ساكنة؟ كيف هي تاؤها؟ إذن نطقت، نطقتها واضحة، لا يصح أن ننطقها هاء. كيف هي تاؤها؟ تاؤها مبسوطة. إذن شنو بغاو يوصلوا لنا من هذا الاستكشاف؟ بأنه بالنسبة للتاء المربوطة يصح الوقوف عليها هاء، بينما لا بالنسبة للتاء المبسوطة تنطق واضحة. إذن ننتقل إلى استنتاج، التاء في آخر الكلمة إما مربوطة وإما مبسوطة. إذا أمكنني نطق التاء هاء ساكنة فهي إذا تاء مربوطة. إذا هذه قاعدة. ننتقل إلى أطبق، أذكر سبب كتابة التاء مبسوطة أو مربوطة في الكلمات. إذا بالنسبة لبيت، بيت لا يصح الوقوف عليها هاء ساكنة. نقدروش نقولوا بيه، إذن ولكن سلحفات، نعم سلحفات، نقدروا نقولوا سلحفاه. إذن يصح الوقوف عليها هاء ساكن. ممسحه كذلك، مم بالنسبة لي بالنسبة لي صوت كذلك، صوت لا يصح الوقوف عليها. بالنسبة للعبة كذلك لا يصح الوقوف عليها. بالنسبة لممسحة لعبة يصح الوقوف عليها هاء ساكنة. إذن هنا دابا غيصلحو لنا جوج النماذج، هاد الكلمات يصح الوقوف وهذه لا يصح الوقوف. اكتب كلمتين بهاء تاء مربوطة وكلمتين بتاء مبسوطة. إذا مثلا صوت مبسوطة، كتبت مبسوطة، إذا هذه ساء. مثلا مسطرة، مسطرة يصح الوقوف عليها هاء. مقلمة يصح الوقوف عليها هاء، إذا التاء مربوطة. إذا ننتقل إلى السؤال، الصفحة الموالية في التطبيقات الكتابي، أقرأ النص وأشكل ما تحته السطر، اتكأ الجد على وسادة كبيرة وقال اسمعي يا حفيدتي أنت الآن تشاهدين أسوارا كبيرة وقناطر قديمة وقصورا تاريخية، هل فكرت يوما في من شيد كل هذا؟ ردت الحفيدة إنهم أجدادنا بناة المجد والوطن. إذن السؤال الثاني، بالفقرة فعلان لهما علاقة بالحواس، أحددهما وأبين زمان كل واحد منهما. إذن عندنا اسمعي، اسمعي الأمر، ثم تشاهدين، تشاهدين
إذا هو عنده علاقة بحاسة البصر، وبالتالي فهو إذا مضارع في زمن المضارع. السؤال الثالث: أملأ الجدول، زار السائح المسجد. إذا الآن يزور، إذا نرجع للمضارع، يزور السائح المسجد يعني الآن. تشاهدين التلفاز، تشاهدين أصوارا. شاهدت أصوارا. إذا نرجعنا للمضارع، يتكئ الجد، اتكأ. رابعا: استخرج من النص كلمة بها تاء مبسوطة وأخرى واذكر كلمة. إذا مثلا غناخدو كبيرة. إذا لماذا كتبت؟ لأنها يصح أن نقف عليها هاء ساكن. السؤال الخامس: استخرج من الجمل الفعلية الفعل والفاعل والمفعول به. إذا الفعل غالبا ما يكون في البداية، إذا هذا فعل. مهندس ما عندناش، صمم يصمم، إذا هذا الفعل. بالنسبة للفاعل يكون اسما مرفوعا، إذا المهندس هو الفاعل، المهندس المهندس. إذا دابا إلا بغينا نقلبوا على المفعول به، المفعول به يكون منصوبا، ولكن يجب طرح السؤال: ماذا صمم المهندس؟ ماذا؟ ماشي البارع، قصرا. يصمم المهندس المغربي ماذا؟ قصرا. إذا هذه هي إذا الفعل هنا صمم، المهندس هو الفاعل، ثم المفعول به قصرا. هنا ما عندناش، حيت هذه ماشي جملة فعلية باش غادي نقولوا فعل فاعل مفعول به. صمم كذلك هنا فعل ماض، المهندس هو الفاعل، قصرا كذلك هنا، هنا الفعل يصمم المهندس قصرا. إذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة من الظواهر اللغوية والتطبيقات الكتابية للسنة الرابعة ابتدائي الكتاب الجديد في اللغة العربية الأسبوع الثالث.